السلام عليكم. اليوم عندنا صفحة 176 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. عندنا ألاحظ وأكتشف. تلاحظوا الأمثلة اللي عندنا في الماضي. الماضي هي شي حاجة دازت، المضارع هي شي حاجة كتوقع دابا حالا، والأمر هو من كتأمر شي واحد أنه يدير شي حاجة. مثلا في الماضي شي حاجه دازت، في الماضي شي حاجه تقول انا، كتقولها بالدارجه، كتقول انا سمعت كيقولوا ان تقول انا سمعت، ولكن اذا كانت كتوقع دابا انت عاد دابا كتسمع كتقول انا اسمع، انا كنسمع دابا، يعني انا كنسمع. ولكن اذا كانت دازت ديك الحاله كتقول انا سمعت، انا سمعت. اذا هكا غنصرفوا باش نفرقوا ما بين الماضي والمضارع. انا سمعت، سمعت. انت سمعتي، انت سمعتي. نحن سمعنا، احنا سمعنا. فهمتي؟ انت سمعتي، انت سمعتي، نحن سمعنا، انتم سمعتم، انتم سمعتم، انتم سمعتم. في المضارع فعل انطلق اش كنقولوا؟ ماشي نقولوا انا انطلقت، ولكن هنا كنهضروا على دابا. انا انطلق الان، انا انطلق، انت تنطلقي، ما نقولوش تنطلقي، نقولوا تنطلقين. نحن ننطلق، هم ينطلقون. واضح الامر بالفعل ديال نزل. انت انزل، انت انزلي، انتم انزلوا. وهذا الالف كيكون مور الواو، انتم انزلوا. نكملوا الجدول حسب داكشي اللي مطلوب منا، وكملوا حسب المطلوب. لاحظ جيدا باش ما تغلطش. هنا كل سطر عطينا فيه كلمة مصرفة. كل سطر علاش عطينا هذه الكلمة مصرفة؟ باش تعرفوا هذا السطر واش غيتصرف في الماضي ولا في المضارع. من غير هذه الكلمة ما تعرفوش واش طالب منك الماضي ولا طالب منك المضارع ولا طالب منك الامر. هنا ممكن تلقى انا شاهدت، يعني دارت هذه الحاجة، دارتها، ماشي اشاهد، انا شاهدت، ماشي حاجة دازت. اذا غتكمل مع الماضي. انا شاهدت، انت شنقولوا؟ شي حاجه دازت. شاهدت، شاهدت، انت شاهدت، شاهدت، انت شاهدت، شاهدت، هو شاهد، هو شاهد، شاهد، هي شاهدت. تاء التأنيث ساكنة، هي شاهدت، تاء ديال المؤنث وصافي. شاهدت. رجعوا للسطر الثاني. السطر الثاني شنو هي الكلمة اللي مبينة لنا مصرفة ومبينة لنا شنو غيكون في ذاك السطر، واش الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ هي هذه الكلمة هذه. شنو فيها؟ أنت تشاهد، يعني تشاهد الآن، يعني راه فعل مصرف في المضارع، يعني خصنا نصرفهم كامل في المضارع، يعني بحال شي حاجه كتوقع دابا. انا ما نقولوش شاهدت، انا دابا شنو نقولوا؟ انا اشاهد، انا اشاهد، واضحه؟ اشاهد. انت تشاهد، انت كتشوف. انت شنو نقولوا؟ تشاهدين، تشاهدين. هو يشاهد الآن، دابا يشاهد، ماشي شاهد، يشاهد دابا. ويشاهد التلفاز مثلا، يشاهد. هي تشاهد الآن، هي تشاهد. هنا نحن ما عرفناش فاش غتصرف، انتم ما عرفناش فاش غتصرف، ولكن ها هو اللي كيفضحها، كيقول لك فاش غتصرف. انتن قصدتن، يعني راه الماضي. وكان قال لك انتن تقصدن نعرفوا مضارع، ولكن قال لك انتن قصدتن، يعني غنصرفوا في الماضي. نحن ونفس الفعل قصد، نحن قصدنا، نحن قصدنا، قصدنا. أنتم قصدتم، قصدتم.
أنتن قصدتن، هم قصدتن. قصد ممكن يعني أنك ما كتقول شي واحد شي حاجة وكيفهمك غلط، كتقول أنا قصدت ذلك الشيء وليس ما فهمت، أو القصد في المشي هو أنك تذهب بطريقة مستوية إلى الهدف مباشرة. مثلا من وصايا لقمان لابنه: اقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني من وصايا اقصد يعني اذهب بطريقة مستوية إلى المكان الذي تريده. أنتن قصدتن، قلنا هم قصدوا، هن قصدن، قصدنا، نحن. هات هذه هي اللي كتفضحها، هي اللي مصرفات فتحنا السطر. نحن واش أخذنا ولا نأخذ؟ الآن قلنا أخذنا، نحن أخذنا هتكون في الماضي، ولكن نحن نأخذ الآن دابا راها في المضارع. نحن نأخذ، أنتم تأخذون. تأخذون، أنتن تأخذن، تأخذن، وهم يأخذون. ذون، هن تأخذن، تأخذنا. دوزو السطر الموالي، أنت، هذه في الأمر، باينة من هذا السطر يعني كامل غادي يكون في الأمر. أنت اشرب، أنت اشربي، أنت اشربي، أنتم اشربوا، أنتن اشربن، واضح؟ نمر لألاحظ وأكتشف. أقرأ وأستنتج. رأى الزوار الشلال، هذه جملة فعلية تبدأ بفعل ماضي. رأى الفعل، الزوار فاعل، الشلالة مفعول به. ماذا رأى الزوار؟ رأى الزوار الشلالة، إذا الشلالة هو المفعول به. من رأى الشلالة؟ هم الزوار هم الذين رأوا الشلالة، إذا الفاعل قام بالفعل، قام بالفعل ديال الرؤية، هما الزوار هما اللي داروا الفعل، علاش كنسميه فاعل؟ وهذا فعل ماضي، لأن الفعل اللي داير عليه الجملة هو هذا. يعني شنو دار؟ الزوار شافوا الشلال، إذا الفعل ديال الرؤية هو أهم ما كاين في الجملة. نمر إلى الجدول أسفل، ألاحظ الجمل وأملأ الجدول بالمطلوب كما في المثال. هنا قصد الزوار المنتزه، ياك الفعل هو قصد وفعل ماضي، لأنه يعني مثلا وقع داكشي اللي كون قبيله، هادشي اللي وقع وقع البارح مثلا، قصد الزوار المنتزه البارح مثلا، يعني الفعل دار ماشي كيدار دابا، فهمت؟ ولكن لا بغينا نردوه مضارع شنو نقول؟ لا بغينا نردوه هاد قصد الزوار المنتزه نقولوا يقصدوا، يقصد الزوار الآن المنتزه، يقصدوا، واضح؟ شاهد الزوار الشلالات. من كتسمع شاهد الزوار الشلالات، واش هاد شافوها دابا ولا شافوها من قبل؟ شافوها البارح مثلا، شاهد شافوا، ولا كيشوفوا يشاهدون دابا؟ شاهد يعني وقعت من قبل، الفعل هو شاهد. واش فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ فعل ماضي لأنه وقع من قبل.
المضارع ديالو هو يشاهد، بغيت ندير في المضارع نقول يشاهد، واضح؟ نمر الجملة الثالثة، شنو كتقول؟ يسقي الماء الأغراس. يسقي الماء الأغراس، واش هذا الفعل كيوقع دابا ولا وقع البارح؟ واش يسقي الأمس ولا سقى؟ شنو نقولوا، يسقي ولا سقى في الأمس؟ نقولوا سقى، إذا يسقي الآن. إذا يسقي واش فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي يعني داز مضى، أو مضارع يعني الآن. يسقي فعل مضارع، إذا نضعوا العلامة على المضارع هنا وردوها في الماضي، نقولوا هنا يسقي وهنا الماضي ديالو هو سقى. هنا كنعلمو في البلاصة اللي صحيحة، كان الفعل المضارع كنعلمو هنا، كان الفعل الماضي كنعلمو هنا كما شفنا. إذا يسقي وهنا سقى. جرى الماء في السواق، واش جرى البارح ولا دابا؟ جرى ولا يجري؟ جرى، جرى. إذا الفعل هو جرى، واش ماضي ولا مضارع؟ ماضي، جرى، جرى الماء في السواق، في الساقيات. يردوها المضارع نقولوا يجري، واضح؟ يجري، جرى، يجري. هذه صفحة 176 انتهى.